برشا يقولوا الحم ولينا نشوفوا فيه كان في التلفزة ما عادش خالتينا عليه. صحيح. والله كيش يقولوها ناس بكري معناتها بات بلا الحم مصبح بلادين. اللحم معناتها من الركائز الباهية في الماكلة. أما تو في العشر سنين الأخرانية هذوما طلع برشا. غلاية برشا. غلاية فريمون بالكدا. الهبرة تو محسوب ب 28,000. العلوش ب 26,800. نقول وحنا طاح شوية فهمتني؟ شنو نقول لك؟ لا قبل نقص. راك تشوف مرشي اليوم نهار حد قلنا تو تبارك الله ربي يعطي خير ويجيو كليونات. ماهوش كالعادة. ماهوش كالعادة. خلاص الشهر تحرك شوي تحركت نهارين الشهر هذا سبت واحد راس الشهر احنا نقولوا باش نخدموا شوي تحركت نهارين بعد رجعت رخت. احكي لنا على الاسوام شنو عندك. احكي لنا ما تشوف خيرات ربي موجوده. اللحم العلوش، اللحم البقري، الكبده، مفروم، كمونيه، مرقاز، كل شيء موجود. انا ناقص كان الموت. العلوش 26,800 في الحانوت البراني حطيناه ب 24. 24 وما فيش بيع. وعلوش علوش ما فماش خرج. مذبوح كل يوم فرشك احنا نذبحوا كل يوم يوميا. ماناش فاهمين شنيا المواطن ماناش فاهمين وكورونا فلوس ما فماش مشاكل قرايه ما تفهمش شيء. هبره 28 ما نعز هبره. حم تونسي عجول لوكس لوكس. الاسوام ماهيش توا بارابور للعجوله، العجوله توا في تونس معناتها غلات برشا، خاطر فما مده قعدوا ما جابوش. مو تعرف ساعات يجيبوا العجوله من برا يتربوا هنا في تونس عمرهم ثلاثه اشهر شهرين، يجي الحمام بنين برشا. وعندنا احنا كالهولندي هذاك، الهولندي ما عادش ساعد زازار خاطر ما فيش برشا الحمام، ما يعطيش روندومون. فما استيراد او توريد لل راس العام شي يجيبوا قالوا. راس العام يجيبوا هما توا علاش شنو هي المشكلة؟ المشكلة ما يجيبوش منظمين. كيما يقولوا العجل كي يجي ست شهور سبع شهور يتعشى باش يحضر. ليش هو توا المشكل توا في تونس عندها الحكاية هذه توا يجي 25 سنة. فما مشاكل شوية يهربوا للجزائر في العجولة. تونس راه كنا لباس علينا كانت مورنا برجلة وعندنا العجولة نتاعنا والحمد لله. عندنا شوية قبل كان نقص في العلوش. ساعات الحاكم كي يبدا معناتها ناقص العلوش يجيب علوش حي للعيد. ولا يجيب علوش مذبوح مبرد احنا نقولوا للززار شي رقعة شوية باهي. توا بالنسبة للعلوش موجود في تونس موجود تهردت ملهك. البقري ولا ناقص ياسر في تونس. العجولة ناقصين ياسر 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 ناقصين. على ذاك غلي البقري وزيد العلفة. العلفة غليت الطرنات عالفة نتاع العجول 19 عالفة. أنا ربي في العجول الطرنات مليون ولات. لازم تشتري شوية علفة شوية شعير وشوية فول وشوية قرد. بلا قرد ب 12 دينار. ب 12 دينار بلا قرد. شكون مش عاش عشرة مازال؟ أربع كعبات مغرومين. وفما كلي تو احنا نقولوا معناتها عندهم شوية كوارة كبار ولباسنا عليهم دخلوا في الدومين نتاع التعشيش في العجولة اللي يجوا من برا. العجل يجي كيما نقولوا احنا ب 14,000 15,000 كيلو حي. يجيبوه موردين. سهلة برشا تمشي له تختار العجولة اللي تحبهم أنت شارولي ولا ليموزان ولا أوبراك ولا كيولار هذه ماركة اسم عجولة فهمتني؟ هي تعش عجولة كان أنت زادة تحب تعش عش نجم تعش عش تعمل كوري وتعش عش تخدم على روحك نورمال فهمتني؟ يحضروا العجولة هذوما يلزمهم ست شهور سبع شهور يعاونوا يعاونوا برشا زازار ويعاونوا برشا تونس ويعاونوا برشا يهبطوا شوية السوق يركحوا السوق فهمتني؟ عمناه ولو تعمناه وجابوا احنا نقولوا جيبات مخرومه مش مدروسه. جابوا كونفا واحده مع بعضهم كيما يقولوا جابوا 10,000 تفهم فيا. حضروا الكل مع بعضهم طاحش السوق السوم طاح عمناه تركز للعجول فهمتني؟ بطلوا ما جابوش قعدوا عام هاو تو علاش السبب عاود غلا العجوله عاودوا غلا ولا خاطر ماهوش بانتظام. تو شنو احنا نحبوا؟ تجيب انت كيما يقولوا ست شهور هذوما الاخر يجيب الست شهور الجايين يحضروا توا كيما نقولوا احنا توا تاع اللي يجي في جانفي ما يحضروش في رمضان. نجم نقول لك معناتها من الناس يدير رمضان فما شويه نقص خاطر ما يحضروش. صار العجوله اللي يحب العلوش واللي يحب العلوش موجود. العلوش توا نقص عليه الخرج. علاش؟ على خاطر قل لك انا الكليون ياخذ كيلو هبره يحط لي كيلو الحم يساعدني في الدار. العلوش قل لك ناخذ كيلو
هذا حسب معناتها ما سالنا الكليونات وحسب الخبره. العلوش طاح شويه علاش؟ على خاطر ما فيش خرج. ياخذ كيلو لحم هبر يززيه او يقسموا على وليدات يززيه. بالنسبه للعلوش يقول لك كيلو لحم يتاكل في نهاره ما يجمش يخبي منه الغدوه. يقول لك انا ما ناخوش. احكي لنا على سر الشنبات هذوما. سر الشنبات غرام. غرام ذاك وقت جات ايامات كورونا ما حجمتهمش. قعدوا تكبروا وتربوا. يعني تو عملتهم؟ عندهم ثلاث سنين هكاك. ثلاث سنين طلعوا وتربوا. وانت يعجبوك الشنبات. ياسر وشنو هكا عاملين لهم بالسير هذاك. بالسير. ماله؟ باكو فهمتي ولا لا السير ونبرموا. كل يوم الصباح تبرموا. كل يوم الصباح برمى. وزاد نقول لكم فما برشا ناس. لا 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 صباح برك. لا يبيهم اكثر. لا صباح برك. اوقات يبيهم الصباح نص النهار وفي الليل. كيما قالوا حربوش الصباح حربوش في نص النهار حربوش في الليل. هو صباح برك صباح برك. صباح برك. عشان ناس يجوك على خاطر الشنبات هذوما وعلى والله برشا يحبونا برشا برشا يحبوني. هكاك شويه شويه ما نبدلوا شويه جو نبدلوا اللوك. هكاك شويه شويه. شوية شوية نحبوا تونس احنا. ان شاء الله تونس ديما باهية. ان شاء الله يجيوا ناس باهين. وان شاء الله ما نحكيوش في السياسة ما شاء الله معناتها تونس باهية برشا. ان شاء الله يطلعوا فما رجال باهين يخدموا تونس. تونس ناس كل يحبوها العالم الكل يحبها من اعز البلدان تونس. ان شاء الله تونس كيما نقولوا احنا كيفاش انا باش نقول لك كيما المرأة الطيبة ما لقاش راجل باهي. عبد الرحمن البشاوي رئيس الغرفة الجهوية وعضو بالغرفة الوطنية باهي. اسعار اللحوم الحمراء بالنسبه لولايه منزرت على مستوى الجمهوريه. كلامك صحيح موجود موجود الانخفاض في العلوش وفي البقري في على مستوى الولايه من على مستوى المعتمديات. علاش يرجع الشيء هذا؟ يرجع على برشا حاجات. اولا ساعه ولايه منزرت منتج اللحوم. على الانتاج موجود في ولايه منزرت. وقت اللي انا نشري عجل التكلفه نتاعو من عند مولاي لهنا مش كيما التكلفه نتاعو اللي نشريه من هنا لتونس. باه ولاية بنزرت باش نكون صادق معاك اني التكلفة نتاع الكيراء نتاع الحوانت رخيصة والتكلفة نتاع المصاريف رخيصة فهمني ولا. والززار في بنزرت يجم يكون منه منتج منتج للحوم ومنه ززار ومنه يذبح في البطوار. بالنسبة لتونس العاصمة الززار يجي ما يجيش مباشرة للحم يجي عن طريق السماسرة. يعني فما يد وسطانية وسيط، الوسيط بالطبع باش يغلالو اللحم، دونك الظروف تخليه أنه اللحم في بنزرت أرخص من اللي يجي القصاب في تونس أو في بلاد أخرى، متفقين لهنا ولا لا؟ ديجا أنا أعطيتك الزبدة نتاع الموضوع، وبصفة أخرى، بصفة أخرى أنه الـ 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 الوضع في ولاية بنزرت الـ الـ الخدام والانسان اللي يشري اللحم الطاقه الشرائيه تعبه شويه. تونس العاصمه تبارك الله الطاقه الشرائيه نتاعهم اقوى من الطاقه الشرائيه نتاع بنزرت. دونك ملزوم الززار ما يحطش يعني اسعار مرتفعه باش ينجم يبيع اللحم. بالنسبه للعجول العجول بنزرت العجول شو تو المستورد ما فماش. زيرو مستورد عندنا عام ولا قداش زيرو مستورد. لكن في تونس راه فما عجول باهيه في بنزرت عجول باهية. اما قلت لك بنزرت ولايه بنزرت من اكبر الولايات المنتجة. يعني الشواء ززار يلقى الشواء فيها يلقى الشواء فيها الباهيه مش كيما في تونس. كيف ززار في تونس فهمني ولا باش يجيب له عجل السمسار باش يرضى به. لكن الشواء في بنزرت على خاطر منتجة يختار العجل نتاعو فهمت خويا. لكن في تونس ما يختارش العجل نتاعو. ثم شكون يتشكى من العجول اللي قاعده تتباع وهي مريضه يقول لك معناها عجول مريضه مشكوك فيها شو؟ هذه سؤال هذا سؤال باهي باهي شو؟ بالنسبة تو نحكيو على الكونسوماتور نحكيو على المواطن يمشي للجزار. المواطن يلزمه يشري اللحم المطبوع. المواطن يلزمه يشري اللحم اللي مذبوح في المسالخ. يلزمه يركز ما يشري كان من عند قصاب يذبح في المسالخ وهذيك حكايه خطيره ياسر. لازم يشري كان اللحم المطبوع خاطر كي يلقى ززار يذبح في الطريق العام هيك خطر يجم يكون المرض. لكن الززار يشري لحم مطبوع في البطوار دونك فما فيتيرينير عدى عليه وحاجه غارانتي
فما جزارة تذبح بيدها يعني وحدها تذبح. اللي يذبح وبيده يتحمل مسؤوليته كاملة، تحكي على حاجة تحكي على حاجة جرام هذايا. تقول لي جزار يذبح وحده عملية غير قانونية يتحمل مسؤوليته هو، والمواطن ما يلزمش يجي من عند جزار ما يلقاش الطابعة نتاعه مثلا، الطابعة الأخضر هذاك شفته هكا هاوكا الطابعة هاوكا الطابعة. المواطن يلزمه ما يشريش من عند جزار عشوائي، هذاك مخالف القانون. الززار قديش ما عنده عشوائي، واضح واضح. ثم تو مناطق مثل سواء في الجنوب ولا في الوسط بعيدة على البطوار بعيدة على كذا، على مستوى على مستوى الجمهورية التونسية المسالخ موجودة في كل ولاية وكل معتمدية فيها مسلخ. يكذب عليك يقول لك اللي فماش بلاصة ما فيهاش مسلخ، والزلزال وقت اللي يبدا في جباء في بلاصة ما فيهاش مسلخ يتحمل مسؤولية الترانسبور ويمشي ويذبح بمسلخ. لازم يكون عنده ضمير انه كي يذبح غير المسلخ فما الهيشة، الحيوان كي يبدا مريض ما يفيقش به الزلزال، هو بيده ما يفيقش به، دونك ما يذبحش. وهذا قانون، فما قانون يمنع الزلزال باش يذبح غير المسلخ. ما تخممش انت تقول بلاصة ما فيهاش مسلخ، الجمهورية التونسية الكل فيها المسالخ. واضح خويا؟ احكي لنا تو على اقبال التوانسة على اللحوم بصفة عامة. نسبة كبيرة الأسعار نتاع اللحوم، أسعار اللحوم تطورت برشا وغلات برشا، والطاقة الشرائية نتاع المواطن تعبت برشا وتهرات، فما عنده برشا حاجات غلات، واللحم فما نسبة نتاع 40-50% نقصت في الاستهلاك اللحوم. المواطن ما عادش يستهلك ياسر اللحوم نظرا للغلاء نتاعها، وهذا موجود فهمت. المواطن يحب يشري لكن الطاقه الشرائيه، نتمناو انه فهمني المواطن تولي عنده طاقه، نتمناو انه الاقتصاد يرجع، نتمناو انه ترجع تخدم على لوحة العباد باش تقوى الشهريات شو اللي يرجع يشري. النقص صحيح على خاطر الطاقه الشرائيه ضعفت برشا. عندك كلمه تحب تضيفها بخصوص اللحوم؟ والله بخصوص اللحوم ما عندي ما نضيفه، ما بالنسبه للوضع نتاعنا عندي كلمه نحب نضيفها، ان شاء الله الشعب يرجع يخدم كد، ان شاء الله الاقتصاد نتاعنا يقوى وكهو باش نرجعوا احنا تعب الدنيا برشا.